بماذا ختم البرلمان دورته غير الاعتيادية بعد 4 أيام فقط رغم غيابه الطويل؟ ما مصير قضايا مهمة عديدة تجاهلها البرلمان وكان ينتظر منه أن يقول كلمته فيها؟ هل البرلمان بصدد استعادة دوره الفعلي أم أنه سيعود للسبات من جديد؟ أهلا بكم. رفع رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسات البرلمان في سيئون إلى ما بعد عيد الفطر. وفي الجلسة الختامية أعلن البرلمان إقرار الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة لعام 2019 مع إبداء بعض الملاحظات. وناقش البرلمان قضية وضع المغتربين اليمنيين في السعودية وقضية تقليص عدد أعضاء الحكومة خلال الوضع الحالي وعدد من القضايا الاقتصادية والسياسية. كما تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع يصنف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وأحال البرلمان مشروع القانون للجنة خاصة لدراسته وتقديم توصياتها في الدورة القادمة للمجلس. السؤال الذي يطرح، هل هذا ما كان ينتظره اليمنيون من مجلس النواب؟ ولماذا لا ينعقد البرلمان بشكل مكثف مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟ بعد 4 أيام من الانعقاد اختتم مجلس النواب جلساته للدورة غير الاعتيادية التي عقدت في سيئون ورفع جلساته إلى ما بعد عيد الفطر. فما الذي قام به البرلمان خلال هذه الجلسات؟ أهم ما خرجت به هذه الدورة هو انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس واعتبار المجلس الموالي للانقلابيين في صنعاء فاقدا للشرعية، بالإضافة إلى إقرار موازنة عام 2019 التي قدمها رئيس الحكومة للمجلس، وذلك بعد أن أبدى النواب ملاحظاتهم عليها. المجلس أيضا دعا السعودية لاستثناء عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة من القرارات التي تهدد مصيرهم. وفيما يخص الانقلابيين، أحال المجلس مشروع قرار تقدمت به الحكومة بتجريم ميليشيا الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية إلى لجنة خاصة لدراسته وعرضه في دورة البرلمان القادمة. ويعد مراقبون هذه الخطوة متأخرة بعد 4 سنوات من انقلاب الحوثيين وتجريفهم مؤسسات الدولة. سواء لدى المؤيدين أو المعارضين، أحدثت خطوة عودة البرلمان زخما محليا ودوليا كبيرا خلال الأيام الماضية. مواقف دولية وإقليمية باركت هذه الخطوة واعتبرتها تقدما نوعيا في طريق تعزيز مؤسسات الدولة، فيما اعتبرها آخرون استمرارا لمسلسل هيمنة الرياض على ما تبقى من مؤسسات الشرعية وتطويعها لصالح أهدافها. وبين التفاؤل والتخوف تظل الكلمة الفصل للنواب ممثلي الشعب والكتل السياسية التي ينتمون إليها. اختتام الدورة الحالية بعد 4 أيام فقط رغم الانقطاع الطويل وتراكم الملفات على طاولة البرلمان أثار استغراب الكثيرين، لا سيما وأن البرلمان تجاهل تقويض المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للحياة السياسية في العاصمة المؤقتة عدن بما فيها انعقاد المجلس ذاته، وهذا ما يفسر أن البرلمان يعيش ظروفا معقدة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من حسابات. ماذا قال البرلمان وماذا تجاهل؟ سؤال أصبح الشعب أكثر اهتماما به مع عودة الزخم للحياة السياسية. فهل تكتمل هذه الخطوة بسحب بساط السياسة اليمنية من الرياض وأبوظبي وإعادتها إلى داخل الأراضي اليمنية؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا الكاتب والباحث نبيل البوكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا. وبداية برأيك، ما أهمية ما حققه البرلمان في دورته غير الاعتيادية التي أقامها؟ والله البرلمان كان يفترض أن يحقق الكثير بعد فترة انقطاع طويلة واعتباره هو الأطول في التاريخ منذ 16 عاما، ونحن لازلنا على هذا البرلمان الذي يفترض كان البرلمان الثالث منذ أول انتخاب في 2013. ما باعتقادي أن الطريقة التي أخرجت بها انعقاد البرلمان بهذا الشكل ربما أتت دون ترتيب مسبق أو دون جدولة واضحة للأهداف التي كان ينبغي العمل عليها في هذه المرحلة. صحيح أنه تحقيق الانعقاد في حد ذاته واستعادة لملمة هذا البرلمان والعودة إلى الداخل وفي حد ذاتها كانت رسالة سياسية قوية، وخاصة أنه كانوا في نوع من التلاعب بسلطة البرلمان من قبل السلطات الانقلابية في صنعاء، فانكشفت هذه اللعبة، وخاصة بعد أن ألغي البرلمان من قبل الانقلابيين في 2014 وثم عادوا مرة أخرى للبحث عن شرعية البرلمان. البرلمان لحد
حتى الآن هو كان يفترض أن يعني للأسف أنه لم يحدد آلية العقد القادم ولا زمان ومكان العقد القادم، وكان يفترض في أقل القليل أنه الدورة القيادية منذ 4 سنوات يعني متوقفة منذ 4 سنوات أن تستمر أقل حاجة شهر كامل في الانعقاد، ولأنه كثير من القضايا العالقة والخطيرة التي تتعلق بوجود الدولة اليمنية وتحدياتها المستقبلية من قبيل العبث الموجود في المناطق المحررة، من قبل وجود يعني استمرار الانقلاب، من قبل أيضا انعدام وجود الدولة ومؤسساتها في كثير من المناطق، غياب الرواتب، غياب الخدمات، يعني كثير من القضايا المركزية والجوهرية التي كان يفترض أن نسمع من قبل البرلمان الكثير حولها. نعم، إذن يعني بالنظر إلى الظروف التي يعانيها البلد، يعني هناك من يقول أن ما تم إنجازه يعد خير كثير، يعني انتخاب هيئة رئاسة للمجلس، أيضا إقرار موازنة الدولة، كثير من القضايا التي طرحت اليوم، كيف تجد ما تم نقاشه؟ والله سيكون من السخف بمكان أن نتحدث على أنه مجرد الانعقاد ومجرد انتخاب هيئة رئاسة أنه إنجاز كبير، لأنه الموضوع لا يتوقف على البحث عن آلية أو عن رأس مجلس البرلمان وكيفية إدارته أو كيفية انتخابه بالأساس. القضية أكبر من هذا بكثير هو البحث عن شرعية تعيد توازن القوى الحاكمة في المشهد اليمني، لأنه شرعية الموجودة حاليا هي شرعية تكاد تكون شرعية رئاسية دون شرعية البرلمان، هو شرعية المنتخبة الديمقراطية منذ 2003. لكن أنا باعتقادي أنه الذهاب إلى الاكتفاء بأنه هذا إنجاز، أنه تم الانتخاب وأنه تم الاجتماع، طيب الإنجاز هو يعتبر أو يفترض أنه له انعكاسات على واقع اليمنيين وعلى واقع دولتهم وعلى واقع مؤسساتهم، لا يكون الإنجاز مجرد أن نذهب وننتخب هيئة رئاسة وبعد ذلك نعود كلا إلى المنفى الذي هو فيه وينتهي البرلمان عند هذا الإنجاز الكبير الذي يراد. أنا باعتقادي حتى يكبر هذا الإنجاز وحتى يحترم ويستحق يعني كل هذا الاحتفاء من قبل اليمنيين، يجب أن يستمر البرلمان في انعقادات دورية مستمرة على الأقل شهريا، يعني كل شهر. هل تتوقع أن هذا ما فرضت الظروف أو أن هناك إملاءات؟ يعني للحقيقة قبل أن ينعقد يعني كان لدينا معلومات أنه سينعقد لمدة 4 إلى 5 جلسات بالكثير، يعني سيستمر قرابة أسبوع ثم يعاود بعد فترة معينة. يعني رغم كثير من النواب طرحوا أنهم لا يريدون إجازة، يريدون أن يستمروا في الجلسات، فقد يعني أخذوا وقتهم الكافي من، ولكن مع ذلك تم الإقرار أن يتم استئناف هذه الجلسات بعد العيد. أنا باعتقادي عملية الإسراع بإنهاء الجلسات بهذه الطريقة كانوا فعلا كان ليس الهدف هو انعقاد البرلمان، أو ليس الهدف استئناف عمل البرلمان كمؤسسة شرعية يمنية ورقابية في نفس الوقت. الهدف كان ربما هو انتخاب هيئة الرئاسة وبعد ذلك العودة مجددا إلى المنافي واستخدام هذه الشرعية في إطار حسابات للتحالف أو لأي طرف من هذه الأطراف. لكن حتى الآن أنا باعتقادي أنه يعني لا زال بأيدينا الكثير لنقول لهذا البرلمان أنه إن كان فعلا هناك يعني مسؤولية أخلاقية ووطنية الآن أمام هؤلاء النواب، عليهم أن يستمروا في الانعقاد وألا تكون انعقادة سيئون بمثابة يعني بيضة الديك كما يقال، يعني انعقاد كل 4 سنوات نعمل جلسة في البرلمان يعني ستكون مهزلة كبيرة. لكن يفترض الآن أنه يعني صحيح الظروف الأمنية التي كانوا يتعلمون بها تم تجاوزها، لكن اعتقادي أنه لم يعد متاح أيضا الحديث عن ظروف أمنية في إطار أنه اليمنيين كلهم يعيشون نفس الظرف الأمني. لماذا حياة النواب أغلى من حياة المواطنين والأبرياء والمساكين الموجودين في عموم الجغرافيا اليمنية؟ يجب أن يكون البرلمان الذي يمثل هذا الشعب يعاني من نفس المعاناة التي يعانيها المواطن، نقصان للكهرباء، نقصان للأمن أو غياب الأمن، غياب الرواتب. أما أن يذهب النخبة الحاكمة في البرلمان ويعودوا إلى منافيهم الدافئة والهنيئة بالرواتب وكل أنواع الرفاه، أنا باعتقادي هذا ليس من إنصاف مكان. نعم، على ذكر الإنصاف ينضم معنا عضو مجلس النواب الأستاذ إنصاف مايو عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ إنصاف. مساء النور. أهلا بك أستاذ إنصاف. وبداية أنصاف،
نعم، ما هي أبرز القضايا والملفات التي ناقشها البرلمان في دورة غير الاعتيادية أستاذ أنصاف؟ بالبداية أهلا وسهلا، نسأل لكم نرحب بالمشاهدين جميعا ونهنئ الشعب اليمني باستئناف البرلمان مجلس النواب باستئناف أعماله. وأعتقد أن هذا الحدث حدث تاريخي وحدث فارق في حياة اليمنيين بعد غياب يعني 4 سنوات. يعني يلتئم مجلس النواب ليستعرف نشاطه في دورة غير اعتيادية انتخب فيها هيئة رئاسة، وتم في جدول الأعمال الموافقة على بحث الكثير من المواضيع. تم بحث الموازنة العامة للدولة ومناقشتها وإقرارها. تم أيضا يعني عقد جلسة عامة لمناقشة الأوضاع في الساحة اليمنية، وتم تشكيل لجان خاصة لبحث موضوع البنك المركزي وعملية التقلبات السعرية سعر العملة، وشكلت بصدد هذا الموضوع لجنة خاصة. أيضا وقف أمام الانتهاكات الحاصلة، انتهاكات لحقوق الإنسان، وشكل بصدد هذا الموضوع لجنة خاصة لبحث موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في المحافظات الغير محررة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية. وأيضا يعني إن شاء الله، وهو أمر طبيعي جدا أن يعني أن يمنح الأعضاء إجازة يعني وفقا للائحة الداخلية، يعني إجازة رمضان، وعلى أن يستأنف العمل إن شاء الله بعد رمضان. يعني على الأقل أستاذ أنصاف، يعني اسمح لي عند هذه النقطة، يعني يتبقى لرمضان قرابة أسبوعين، يعني على الأقل كانت تنعقد خلال هذه الفترة، يعني ما شاء الله أجزتم فترة طويلة، يعني مستعجلين على الإجازة بهذه السرعة. اغلب الاعضاء عايشين في الشتات، مش عايشين داخل اليمن حتى نستطيع ان يعني يلتئموا بسرعه. اليوم بسبب الانقلاب وبسبب ما تعرض له الاعضاء اعضاء مجلس النواب من مضايقات، من انتهاكات، من تعسفات، من مصادره ممتلكاتهم، من مداهمه بيوتهم، غادروا الكثير اليوم من اعضاء مجلس النواب عايشين في الشتات. فمساله انه والله قبل رمضان باسبوع او اسبوعين هذا شيء طبيعي يعني. لكن ان شاء الله بعد رمضان سيتم ايضا اعاده انتخاب اللجان الدائمه للمجلس، يعني اعاده تشكيل وانتخاب اللجان الدائمه للمجلس، وهذه اللجان هي التي ستعد وهي المطبخ لكثير من المواضيع التي ستعرض على البرلمان. نعم. ايضا ناقش المجلس اليوم قانون، ناقش المجلس اليوم قانون واحاله الى لجنه خاصه قانون يعني تجريم الجماعه الحوثيه اعتبارها جماعه حوثيه. هذا القانون، هذا مشروع القانون هذا قدمته الحكومه وتم مناقشته اليوم في القاعه. نعم، اذا يعني برايك استاذ انصاف، هل البرلمان قادر اليوم على يعني في هذه الظروف على استعاده دوره الرقابي على الحكومه وموازنتها وايضا كثير من القضايا التي تتعلق بالمشهد؟ طبيعي قادر البرلمان، واول عمل هو ايضا استعراضه للموازنه العامه للدوله واقراره لجمله من التوصيات الهامه المتعلقه بتصحيح الاختلالات، المتعلقه باعاده النظر بالتوظيفات، المتعلقه بقضيه صرف مرتبات الموظفين على في جميع المحافظات اليمنية. اليوم نقر موازنة على مستوى اليمن، ما هي متعلقة الموازنة التي أقرها مجلس النواب، لا لم تكن خاصة بالمحافظات المحررة. الموازنة اليوم تشمل المحافظات المحررة والغير محررة إرادة وصرفا. اليوم يعني المجلس النواب اتخذ جملة من القرارات والتوصيات التي التزمت فيها الحكومة تتعلق بإعادة النظر بالتعيينات، تفعيل العمل الدبلوماسي، يعني إعادة النظر بالتوظيفات المخالفة لشغل الوظيفة العامة، كثير من الأمور، والتزمت الحكومة بهذه القضايا كلها يعني. وأيضا التزمت الحكومة بإعادة تفعيل الهيئات الرقابية، الجهاز المركزي للرقابة،
المحاسبه، الهيئه العليا للمناقصات، الهيئه العليا للرقابه على المناقصات، اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد، كل هذه الامور التزمت طرحت على طاوله البحث والحكومه التزمت بتفعيل هذه الامور. هذا يعني ان المجلس بدا يستانف نشاطه الرقابي والتشريعي. اليوم جزء كبير من هذا من ما تم ومتعلق في الجانب الرقابي. نعم، إذن بخصوص مشروع قرار تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، هل بالإمكان أن تطلعنا على أبرز ما جاء فيه وما أهميته؟ تناولت المذكرة التفسيرية للقانون الانتهاكات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية هذه على صعيد يعني على صعيد تشكيل ميليشيات، يعني توجيه سلاح الى الجيش الوطني في 6 حروب من قبل ومن بعد الانقلاب على الشرعيه، الاستيلاء على المحافظات، اسقاط محافظه عمران، اسقاط محافظه صنعاء، الامانه في العاصمه، جمله من المخالفات والجرائم التي ارتكبتها جماعه الحوثي، وثم تم الخلاص الى الخلاص الى عدد من المواد. يعني جرم جميع الافعال هذه التي يعني مارستها الجماعه الحوثيه على صعيد المواطنين وعلى صعيد الدوله. نعم. وتم احاله هذا القانون الى طبعا الى لجنه خاصه من اعضاء اللجنه التشريعيه والقانونيه. نعم، اذا انصاف مايو عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. إذن كثير من النقاط التي تم طرحها وتشكيل لجان عديدة كما تفضل معنا الأستاذ أنصاف، كيف تعلق عليها؟ والله هذا العمل الذي يقام أو الذي قام به مجلس النواب خلال اليومين الماضيين هو عمل من صميم اختصاصاته وواجباته ومسؤولياته الوطنية والأخلاقية والقانونية والدستورية أصلاً. وبالتالي الحديث عن مصفوفة من هذه القضايا، من الحديث عن موازنة يعني الإقرار موازنة عمل الدولة ونقاشها، تشكيل لجان عمل التحقيق في الانتهاكات، كل هذا في صميم أعماله. لكن السؤال هنا، هل سيستمر الآن؟ نحن حينما تحدث الأخ أنصاف مايو الحديث على أن هناك إجازة قانونية بحسب لوائح البرلمان ومن ثم سيستأنف العمل بعد رمضان، نحن نتمنى ذلك، وكان اولى يعني كان يفترض انه من العنوان سيبان كثير من الحقائق، يفترض انه اقل شيء انه يستمر البرلمان اسبوعين في اقصى حدود ليناقش جمله القضايا التي ذكرها، هي قضايا كبيره وكبيره جدا. يعني تخيلي دوله على امتداد 4 سنوات ليس لها ميزانيه عامه. اليوم الحديث عن الميزانيه وعن رفعها الى لجنه لمناقشه هذه الميزانيه، والميزانيه طبعا فيها الكثير من الثغرات والاشكاليات فيما يتعلق باشكاليه الموارد. نعم. موارد الدولة ومناطق المحررة والمناطق غير المحررة، يعني في هناك إشكاليات خطيرة فيما يتعلق بموارد الدولة والعبث بهذه الموارد من قبل الميليشيات، سواء الميليشيات الانقلابية أو الميليشيات التي تعبث بعدن وبغيرها من المناطق المحررة على في الجنوب. وبالتالي اليوم أمام هذه القضايا العالقة كان يفترض من هذا البرلمان الذي مثلا عقاده يعني عودة الأمل في عودة الدولة إلى الداخل، نتمنى ان يستمر وان تدفع الحكومه كلها ليس فقط البرلمان. يعني الان المساله لا تتعلق فقط بالبرلمان، تتعلق هي ايضا بالحكومه الشرعيه بالرئاسه، الجميع يعودون. يعني تخيل مثلا رئاسه الجمهوريه يوم واحد فس حضروا حفل الافتتاح وبالتالي عادوا مره اخرى الى الرياض. يعني في قضايا ايضا يجب ان تناقش، يعني وكان يفترض ان تناقش. يعني البرلمان طوال يومين جلساته السابقة لم يتطرق مطلقا للوضعية التي عليها العدن على سبيل المثال وهي العاصمة المؤقتة. يعني ولماذا اصلا اجتمعوا في سيئون الا لاشكاليات؟ بالضبط، صحيح. يعني هو كان المفترض ان يكون في عدن، وان لم يكن في عدن ففي المكلا، وان لم يكن في المكلا ففي، يعني نحن امام تساؤلات. يعني ما سر هذا الصمت عن عدم مناقشة وضع عدن اليوم؟ عدن حتى المحررة. حين ذكرت الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون ذكرت فقط المناطق غير المحررة، وهناك انتهاكات عديدة يتعرضون لها. ربما الآن تتساوى المناطق المحررة وغير المحررة فيما يتعلق بالانتهاكات، وخاصة في عدن وما تمارسه الميليشيات المدعومة إماراتيا في هذه المناطق من سجون سرية، من قمع، من تهجير، من قتل، من اغتيالات، يعني تكاد تكون متشابهة ومتكافئة مع ما تمارسه جماعة الحوثي في المناطق التي لا زالت تحت سيطرتها.
نعم، إذا برأيك مسألة إقرار مشروع تجريم الجماعة الحوثي، يعني هل يعقل بعد 4 سنوات من الانقلاب أن يتم الحديث على هذا الموضوع؟ هل الأمر فقط مكفول لمجلس النواب حتى يتحدث عن، يعني الجماعة يقومون بمحاكمات وبإعدامات غيابية وبتجريم وبوصف بالخيانة العظمى وما إلى ذلك منذ أول انقلابهم وحتى الآن، يعني ونحن طول هذه الفترة لم يتم الحديث إلا حين انعقد مجلس النواب؟ هو طبيعي أن يأتي بعد الغياب 4 سنوات للبرلمان أن يعود مرة أخرى إلى الساحة السياسية وأن يستعيد نشاطه وأن يناقش مثل هذه القضايا، لكن كان يفترض أيضا أنه يعني بدل أن نذهب إلى مطاردة البعوض فلنقفف منابع البعوض. المفترض أنه يصدر قانون لتجريم الهاشمية السياسية. الحوثية بالأخير هي جماعة تعتمد كلية على فكرة الهاشمية السياسية، الحق الإلهي بالحكم الذي معتمد لدى المذهب الزيدي. هل ممكن يجرم مثل هذا الفكر العنصري الطائفي؟ أما أن تذهب إلى تجريم جماعة الحوثي واعتبارها جماعة إرهابية، ومع ذلك كان هناك بعض الاعتراضات بأنها مثل هذا الإقرار يعني يعرقل مسيرة السلام، يعني بعض صحيح، يعني مثلا اليوم أنتم ستذهبون تسجيل هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وغدا ستذهبون مجبرين للسلام للتفاوض معها في ستوكهولم وفي غيرها من المناطق، وبالتالي أنا باعتقادي ليس هناك منطقية في الحديث عن ذلك. يعني بالأخير جماعة الحوثي هي جماعة سياسية لكنها تتصلب وترتدي الكهنوت المذهبي والطائفي، ولكي نواجهها يجب أن نجرم الفكر اللي تعتمد عليها. هناك نظرية شوفينية عنصرية متمثلة بنظرية الحق الإلهي في الحكم، هذه النظرية يجب أن تجرم دستوريا وقانونيا، ويجب أن يجرم كل من يسعى إلى إعادتها وتكريسها في واقع اليمنيين. بعد ذلك سواء جاءت جماعة الحوثي أو غير جماعة الحوثي لتعمل بهذه النظرية ستكون أمام اليمنيين جماعة متمردة وخارجة عن نظام القانون. أما اليوم أنا باعتقادي أنه يعني في أحيانا في لا منطقية في مناقشة القضايا التي تحتاج إلى نقاش، فعلا نقاش منهجي وقانوني وسياسي. نعم، إذا يعني هناك أيضا بعض المطالب التي ذكرت للسعودية فيما يتعلق بالمغتربين، فيما يتعلق بعودة يعني ربما الأمر مرتبط بها بعودة الحكومة كاملة إلى يعني عدن. هل يمكن القول اليوم أن السعودية تتعامل مع الشرعية بندية وتأخذ مطالبها بجدية واعتبار، أم أنها تأخذ ما تريده فقط من الشرعية؟ حتى نكون منصفين وموضوعيين في هذه الجزئية، أنا باعتقادي أنه كان سيكون حديث الإخوة في البرلمان مناشدة الملك السعودي ومناشدة السعودية فيما يتعلق بملف المغتربين اليمنيين كان سيكون منطقيا ومقبولا، فيما لو كان تم نقاش إعادة رسم استراتيجية جديدة مع التحالف. يعني تخيل البرلمان لم يتحدث ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لكيفية العلاقة القائمة بين التحالف والحكومة الشرعية. يعني الآن نحن كحكومة شرعية هي تابعة وخاضعة، لا صوت لها ولا اعتراض ولا هم يحزنون فيما يتعلق بكل ما يقوم به التحالف في الحالة اليمنية عسكريا وسياسيا، وبالتالي الحديث عن مناشدات أنا أعتقادي لا تكفي في اللغة السياسية. يجب أن يكون هناك نقاش لقضية حقيقية وهو إعادة ترتيب التحالف القائم والعلاقة القائمة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي. نعم. تحديد وتعطير هذه العلاقة في إطار اتفاقية تخضع للنقاش القانوني والدستوري من قبل مجلس النواب من قبل اللجان المختصة، بعد ذلك يذهب للتصديق على هذه الاتفاقية لتفادي الأخطاء الكارثية التي أدت إلى الانقلاب الثاني في عدن من قبل الميليشيات التي أتت تحت مظلة التحالف العربي. وبالتالي لا نستطيع أن نخرج من هذا المأزق ما لم يكن هناك تعطير حقيقي قانوني ودستوري لمسألة العلاقة القائمة بين اليمن وبين الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو ما يسمى بالتحالف العربي. إذن برأيك ما هي الخيارات التي بيد الشرعية إذا لم تلقى استجابة لمطالبها من السعودية والتي تعد حليفتها الكبرى؟ بالأخير هي علاقة دول، وينبغي أن تظل علاقة دول وفي علاقة احترام متبادل بين هذه الأطراف. هل هذه العلاقة ما زالت موجودة؟ الإشكالية وين تكمن؟ تكمن الإشكالية في أنه طرف لا يريد أن يكون محترما، هذا للأسف نقولها. يعني نحن كيمنيين الآن هناك انقسامات في صفوف هذه الشرعية، وهناك تقديم خدمات مجانية من قبل بعض الأطراف في هذه الشرعية فيما يتعلق بالخضوع
التام لسياسة التحالف أو لسياسة أفراد في إطار التحالف. وبالتالي هذه إشكالية خطيرة أنه تقوم هذه العلاقة على حساب سيادة اليمن، على حساب دستور اليمن، على حساب كرامة اليمنيين، لأنها علاقة فردية بين شخص فلان وشخص فلان، المسؤول الفلاني والعلاني، مع أطراف في المملكة وأطراف في التحالف أو فيما شبه من مؤسساتهم. لكن لو قامت علاقة وفقا لإطار وصيغة قانونية ودستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ويتم التوقيع عليها من قبل الطرفين اليمني والسعودي، بعد ذلك سيكون هناك في نوع من الاحترام المتبادل، وفي نوع من خارطة الطريق واضحة للمهام المشتركة والمهام الخاصة لكل طرف من هذه الأطراف. أما أن نظل ندور في حلقة مفرغة، أنا باعتقادي نحن سنظل تابعين وسنظل مسلوبي الإرادة إلى أن يتحرر اليمنيون أو تتحرر الحكومة الشرعية أولا من هذه القيود المفروضة عليها برضاها. نعم، هناك من يتحدث أنه بعد الملاحظات التي وضعت لإقرار الموازنة أو التي صاحبت إقرار الموازنة أنها مجرد خطوط عريضة لا يعني يمكن العمل بها على الواقع، خاصة مع الظروف. مثلا يعني من التوصيات العمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وتشغيل الموانئ والمطارات وضبط مواردها. كيف يمكن التوسع في تصدير النفط والغاز في ظل سيطرة الإمارات وأدواتها؟ مسألة المطارات نعلم تماما ما الذي يحدث. هذا كلام إنشائي لا لا لا, لا يؤكد العيش كما يقال، كلام إنشائي فضفاض للاستهلاك. لكن على أرض الواقع كيف تصدر؟ إذا كان ميناء بالحاف وميناء عدن وميناء بير علي وكل المواني الموجودة على البحر العربي وخليج عدن، كل هذه المواني معطلة تتحكم بها الإمارات وميليشيات الإمارات. نعم، فضلا عن الموانئ، على المطارات، تخيلي مطار ريان مغلق، مطار عدن تحت سيطرتهم، يعني والعديد من المطارات. وبالتالي كيف يعني مثل هذا الكلام الانشائي، هذا كلام للتخدير يعني. وكان يفترض بالبرلمان انه بعد هذا الغياب الطويل انه يعود يعني بقليل من الاحترام، يعني بقليل من المسؤوليه الاخلاقيه والوطنيه والدستوريه امام المواطنين، فان يتكلم بكلام واضح ومنطقي فيما يتعلق ب آليات استعادة مثل هذه الأمور. يعني هل ما هي آليات هذه؟ مجرد يعني لأنها جلسات لنقل تمهيدية وسيتم العمل على كل هذه النقاط بعد العيد. نحن نتمنى ويا قالوا بالمثل متى يعني دولتك قل لما نشوف الذري. يعني نحن بنصبر، صبرنا 4 سنوات، بنصبر شهر شهر ونص لما بعد رمضان، بعدين لنا ولهم خبر ثاني يعني. سنسير معهم إلى حد الباب يعني. أما الحديث اليوم يعني جلستين ثلاث كلفتوا كل الأمور بهذا الطريقة، تخيلي ميزانية تحتاج لها إلى نقاش طويل وإلى خبراء في الاقتصاد وفي الإحصاء الاقتصادي لكيفية هذه الموازنة للمخروجات والمدخولات لهذا الاقتصاد. أما الموضوع بهذا الشكل يعني خلاص معنا كم مليار وبنصرف رواتب منها كذا، وبعدين يعني في نوع من الخطوط العريضة التي تحتاج أيضا الاشتغال في من قبل المختصين يعني. إذن أيضا سياسيا أوصى المجلس في بيانه الختامي الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد بخصوص محافظة الحديدة. يعني هل فعلا الشرعية تملك هذا مثل هذا القرار، قرار المشاركة والرفض والمقاطعة، أم أن القرار عمليا بيد التحالف؟ أشوف يعني هذه من أخطر الأشياء التي ممكن أن تمرر على الناس. يعني عندما يتحدثون على أن اتفاق ستوكهولم، اتفاق الحديدة، اتفاق عالي العال، الأمور ماشية، يعني هذا الاتفاق أصبح هو المطلب. يعني الاتفاق هذا أصلا لم يتم تحقيقه على الأرض، يعني نحن نكذب على أنفسنا في القول أنه تم الاتفاق في الحديدة وأنه تم تنفيذ بنود هذا الاتفاق كما تم الاتفاق عليها. يعني هذا كذب صريح بكل بقاحة للأسف. يعني ما تم، لا زالت هناك معارك ضارية في الحديدة، ولا زال هناك استهداف للمدنيين، ولا زال هناك احتلال للميناء من قبل هذه الميليشيات التي تتحكم بهذا الميناء، ولا زال كل المساعدات تأتي عن طريق الميناء وتذهب إلى الميليشيات. وبالتالي يعني تصوير الأمر على أنه الأمور تمام وأن الاتفاقية ستوكهولم في طريقها إلى النجاح وأنه الخطوة الأولى من الاتفاقية تمت في الحديدة وإنه سائرين لاتفاقية أخرى، أنا باعتقادي هذا نوع من الهروب ونوع من الكذب للأسف. إذن أيضا
من أبرز توصيات المجلس تقليص الإنفاق الحكومي وتوجيه الإمكانات في سبيل استعادة الدولة وعودة الحكومة، يعني هل يمكن الحديث عن ذلك خاصة في مسألة الإنفاق الحكومي والترهل الذي أصاب الحكومة؟ أنا باعتقادي هذه أهم شيء ممكن أن نقف عليه فيما يتعلق بهذه الضجة الكبيرة كلها حول مجلس النواب. يعني إذا كان في هناك ضمانات حقيقية ومؤشرات صادقة لاختبار مدى نية النواب ومدى نية الشرعية ومدى نية القائمين عليها فيما يتعلق باستعادة عافية الدولة ومؤسساتها، هو يكمن في هذه النقطة: تقليص الإنفاق الحكومي، إعادة صياغة وتشكيل حكومات وحدة، حكومات كفاءات، يعني حكومة كفاءات أو حكومة حرب أو حكومة أزمة سموها. نعم، لكن أستاذ يعني مثل هذه النقطة، يعني لنا نغرد 4 سنوات، المحللون السياسيون والخبراء والإعلام يتحدث عن هذا الأمر، أنه كان يفترض أن تشكل حكومة حرب، يعني بعد 4 سنوات كان طبعا، يعني نحن سنعذرهم وسنعذر أنفسنا خلال 4 سنوات، لأنه كان في كثير من الإشكاليات والمعوقات التي كان ينظر لها. الآن البرلمان موجود، والبرلمان هو الذي سيمنح هذه الحكومة القبول من عدمه، وبالتالي ما فيش أي مبرر آخر لتقول لي مش قادرين نعيد صياغة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة جديدة تتواءم مع هذه الأزمة. يعني حكومة من 10 إلى 15 وزير في الوزارات السيادية، حتى أنها كثيرة، وهي كثير، يعني 15 وزير كثير جدا، يعني افترض أنه 10 وزراء في الوزارات السيادية، والبقية تدار كهيئات، يعني كل هيئات تدار وخاصة الهيئات التي لها عمل تلامس، يعني مثلا ايش قال استعمل لي وزارة للسياحة، وزارة يعني تنفيذ مخرجات الحوار الثقافة، ما فيش ثقافة، وزارة للتعليم ما فيش تعليم اصلا. وبالتالي انا باعتقادي انه الاختبار الحقيقي لجدية وصدقية مثل هذا الحدث المتمثل بانعقاد البرلمان والتمام كوادره، انه سنسمع خلال الشهر القادم هذا انه يجب ان يكون هناك تعديل حكومي. هذا التعديل سيكون مدخل حقيقي لاستعاده كثير من القضايا. لست متفائلا خلال هذا الشهر، انا اتوقع ان لابد ان يعني تعود جلسات البرلمان حتى يفرض مثل هذا الامر. يعني التفاؤل هو في احيانا قد يكون غير ما يعني تخدير للاخرين، يعني وانا مشيش اتفائل حتى لا نخدر الاخرين، لكن نقول دعونا نرى هذه النقطه. إذا صدقت الحكومة في هذه المرحلة وذهبت الرئاسة والبرلمان ومن خلفها البرلمان والسلطة التشريعية وعملوا على إعادة صياغة حكومة حرب، حكومة أزمة، حكومة استعادة البلاد من خلال تشكيل وزراء كفاءات مشهود لهم بنزاهتهم وبجديتهم خلال هذه المرحلة لإدارة هذه المرحلة القادمة، أنا باعتقادي سنكون قد قطعنا ربما في معركة التحرير 50%. لأنه المسألة مسألة أنه هذه الحكومة لا علاقة لها بالمعركة، لا علاقة لها في الحرب الدائرة في اليمن، وكأننا يعني حتى الدول التي تعيش في رخاء لا توجد لديها عدد الوزارات التي لدينا. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا المحلل السياسي محمد جميح من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. بعد انعقاد مجلس النواب أستاذ محمد في جلسة غير اعتيادية وعقد بعض الجلسات، هل نستطيع القول أن الشرعية نجحت في قطع الطريق على مساعي الحوثي والانتقالي وغيرهم بتكوين شرعيات أخرى؟ أنا أعتقد أنها خطوة مهمة، يعني دون مزيد من المبالغات، لكن هي في حد ذاتها انعقاد المجلس وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، وبلا شك قطع الطريق على هيئة الرئاسة الانقلابية، لأنه في المجلس النواب يمكن لرئيس المجلس رئيس هيئة الرئاسة أن يدعو الانتخابات، يمكن أن يدعو الانتخابات تكميلية أو ما إلى ذلك، لكن بما أن المجلس أصبح له رئاسة جديدة فأنا أعتقد أنه حتى وإن كان يحيى الراعي أو الرئاسة هيئة الرئاسة في صنعاء تعد منتخبة، لكنها قد ألغيت وعلقت أو ألغي وحل مجلس النواب أصلا بالبيان أو بالإعلان الدستوري الحوثيين، لكن جاءت هذه الخطوة لتضيف شرعية أو لتضيف تأكيدات أخرى إلى شرعية المجلس الشرعي الذي امتلك النصاب وغير هيئة رئاسته من يحيى الراعي إلى الأخ سلطان الشيخ سلطان البركاني.
بمعنى أنه كان لدينا شرعية مبعثرة، ربما أصبحنا أقرب إلى أن تكون لدينا هيئة أو جهة تنفيذية أو سلطة تنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية، وهي سلطة تنفيذية منتخبة وشرعية، وأصبح أيضا لدينا سلطة شعبية أو نيابية برلمانية منتخبة أيضا لتضاف السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية لتتقوى الشرعية طبعا على المستوى الدستوري وعلى المستوى النظري. لكن طبعا يصدق ذلك أو يكذبه كما يقال الواقع الميداني، الواقع على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الإغاثي، على المستوى إعادة الخدمات، على مستوى تفعيل الاقتصاد، تصدير النفط والغاز وما إلى ذلك من الواجبات التي تحملها أو تحمل مسؤولية الحكومة مسؤولية كاملة أمام مجلس النواب. نعم، هل يعني أو ما هي أبرز ملاحظاتك على الملفات التي تم مناقشتها في هذه الجلسات التي تم عقدها، سواء يعني مسألة المغتربين اليمنيين، مسألة إقرار الموازنة، تقليص الحكومة، وكثير من القضايا، تجريم أيضا ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية؟ طبعا النقاشات التي طرحت والقضايا المطروحة هي قضايا ملحة بلا شك، لكننا في تصوري أن مناقشتها دفعة واحدة هو يشير إلى حرقة نواب الشعب من مآلات الأمور، يشير إلى اندفاع النواب وإلى حماسهم الكبير، لكن في واقع الأمر يجب أن يناقش مجلس النواب أولا وضعيته، هو إعادة ترتيب النواب، البحث في كيفية استقرارهم، في كيفية عودة المجلس إلى الوطن، في كيفية ترتيب الأوضاع الإدارية لمجلس النواب. لا تزال هناك لجان لم تشكل، لا تزال هناك كتل برلمانية بحاجة إلى أن تلتئم من أجل كثير من القضايا الخاصة بمجلس النواب ذاته، ترتيب البيت الداخلي للمجلس قبل مناقشة مثل هذه القضايا، وهي قضايا ملحة وضرورية، مسألة الموازنة، مسألة الوضع العسكري الجامد والأوضاع الأمنية المتردية في مناطق الشرعية، وكذلك ما ينشر إعلاميا من قضايا فساد تطال مسؤولين في الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام. كل هذه قضايا يجب أن تناقش، لكن أنا أعتقد أن مجلس النواب الذي رفع جلساته غير الاعتيادية اليوم إلى إجازة العيد، إلى ما بعد رمضان، إذا ما عاد مرة أخرى فأعتقد أنه عودته ستكون مبشرة بأن المجلس سوف يلتئم بشكل مستمر أثناء الفترة القادمة. لكن مهم بالنسبة لهذا المجلس، مهم أن يستدعي الوزراء، مهم أن يستدعي المسؤولين، مهم أن يلح ولو لم تكن لديه السلطة الكافية لمحاسبة هؤلاء المسؤولين، لكن مهم أن يستدعيهم على الأقل ليظهروا إعلاميا، يظهر جانب القصور في أداء بعض المسؤولين، بعض الوزراء، ولو على المستوى الإعلامي عندما يحضرون إلى مجلس النواب ويخضعون للمساءلة داخل مجلس النواب. فأنا أعتقد أن ذلك كفيل بأن يجعل الكثير من المسؤولين يعدلون من أدائهم فيما لو شعروا بأنهم سوف يقفون أمام نواب الشعب وأمام عدسات التلفزيون وأمام الناس يسألون عن قضايا محددة ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم فيها، فيما لو كانت هذه القضايا حقيقية وصحيحة. نعم، إذن هل يعني أستاذ محمد، اعتذار بالنسبة لاعتذار المبعوث الأممي عن زيارة سيئون في آخر لحظة دون إبداء الأسباب، في حين أنه يقوم باستمرار بزيارة صنعاء، كيف يفهم هذا وما دلالة الاعتذار برأيك؟ طبعا هو في الأصل لا ينبغي أن يعول على مارتن جريفيث حضر أم لم يحضر، هؤلاء هم نواب الشعب. لا شك أن حضوره إلى سيئون كان سيعطي انطباعا جيدا بأن الأمم المتحدة تسمع لنواب الشعب وتسمع لمعاناة اليمنيين من خلال نوابهم المنتخبين، وكان هذا هو المؤمل عندما أعلن ذلك بالأمس رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب سلطان البركاني. لكن قد نتصور أنه حصل بين الأمس واليوم نوع من الضغوط على جريفيث حتى لا يحضر، كي لا يظهر منحازا لطرف دون آخر، وكي لا يلزم بعد ذلك بالحضور في جلسات مجلس النواب الصوري والانقلابي في صنعاء. ربما هناك أسباب لم يبديها
مارتن جريفيث، لكن في حقيقة الأمر أنه يجب على مجلس النواب الحقيقي والشرعي أن يواصل عمله، فالأهمية ليست لحضور مارتن جريفيث وإنما لحضور نواب الشعب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وأنت أستاذ نبيل، ما هو رأيك في مسألة اعتذار المبعوث الأممي عن حضور هذه الجلسات أو الجلسة الأخيرة؟ ليس مستغربا هذا الموقف من قبل جريفيث، فجريفيث من بداية الأزمة هو منحاز دائما بشكل سافر لمواقف الميليشيات باستمرار يعني، وكان من مخرجات جريفيث ومن نتيجة هذه المواقف الغير محايدة هو الذهاب إلى مسرحية ستوكهولم ومن ثم مسرحية الحديدة التي نراها ونشاهدها الآن، وبالتالي عدم ذهابه إلى بهذه الطريقة التي لم يبدي فيها أسباب أنا باعتقادي هي تندرج تحت خانة عدم الحياد. نعم، لكن يعني فعلاً حين يظهر الأمر بالنسبة للشرعية يحاول أن يظهر نفسه محايدا وغير منحازا، وحين يكون الأمر متعلق بالميليشيا لا يظهر هذا التحايز ولا هذا الحياد ولا هذا. زار صنعاء حيث المعقل الانقلابيين هناك أكثر من يعني أكثر من مرة، فيما لا يتطرق إلى جانب الشرعية إلا فيما ندر من هل لأن أن الحوثيين فعلا هم معرقلين فبالتالي هو يحاول أن يلين جانبهم بعكس مثلا شرعية وتوافق على كل شيء في الأخير ليس مطلوب منه أن يزورهم، هو بالأخير لن يمنحك شرعية ولن يسلبك شرعية، لكن الإشكالية تكمن أنه حتى يتصرف بطريقة تنبئ عن عدم حياد وتنبئ أيضا على أن حتى الشرعية أيضا هي في نفس الوقت مساهمة في هذا الموقف، أنه يعني أحيانا حينما تصدر منه مواقف انتهاك للسيادة وتتعلق بكثير من القضايا محل النقاش أنه لا يصدر له يعني توضيح من قبل الحكومة أو اعتراض أو إدانة أو بيان، وبالتالي هو موقف الحكومة السلبي من جريفيث يعني أغراه بمزيد من الأخطاء الكارثية فيما يتعلق بإدارة الملف اليمني. نعم، إذن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي قال أو أعلن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 11 طائرة حوثية مسيرة في سيئون. يعني هل يعقل أن يطلق الحوثيون هذا العدد من الطائرات المسيرة كيف استطاعوا أن يخترقوا أيضا الأجواء مرورا إلى أقصى شرق الشرق في سيئون؟ والله هذه يعني المعلومات هي توقف على، ولكن بحسب ما سمعنا ورأينا وقرأنا خلال الأيام الماضية أن الحوثيين يعني نفوا امتلاكهم أو تسييرهم لهذه الطائرات يعني، وبالتالي سبق السؤال هو من وراء هذه الطائرات؟ يعني هناك طرف آخر قريب ليفسر هذا السؤال، وهو الطرف الذي منع عودة الحكومة والرئاسة والبرلمان إلى عدن ومنعها من العودة إلى المكلا، وبالتالي هناك طرف أيضا يجب أن يسأل وأن يقال له. ألا يعقل أن يتم الكشف عن ذلك من خلال بقايا الطائرات من خلال الإرصادات؟ لا، هم عارفين هذا الطرف جيدا يعني، وفي شد وجذب فيما يتعلق بهذا الملف بين السعوديين والإماراتيين أنفسهم، وبالتالي وإلا لما ذهبت السعودية بالباتريوت إلى سيئون وجمعت النواب جميعا إلى هناك، إلا لأنه في إشكالية مع الإمارات ووصلت إلى مرحلة عويصة. لكن الإشكالية تكمن أيضا في الجانب اليمني، الجانب اليمني الذي اجتمع ولم يقل الصامت اللامتحدث اللامعلق يعني صاحب الأرض الذي ليس له قدرة على سلطة عليها، وبالتالي الإشكالية تكمن فينا كيمنيين وفي حكومتنا الشرعية وليس في الأخوة في التحالف، وهم في الأخير طرف أتى بطلب منك كيمني، وإذا أردت أن تقول له كفى فسيكتفي بدوره الذي قام به. نعم، كما يعني يفترض. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.